نعم، عمري 12 سنة. جيت على هالمعرض، كنت أحضر كل أسبوع جزئهم. خبرونا الأساتذة بالإنسات إنه في عنا معرض ولازم نشتغل فيه. اشتغلنا أنا وصديقتي بيت، ومنا إنه اخترعنا أفكار بعودة عن النبيل، اخترعنا ضلينا فيه يومين وحبينا إنه هيك نسوي يكون أجمل بيت بالمعرض. زيناه بكل شيء وعملنا له فيه كل شيء. أنا بحب كثير الأشغال، وأنا من لما كنت صغيرة كنت أحلم إني هيك أسوي أشغال وكل شيء. طموحي حابة إني أكون فنانة، أرسم وهيك وأعمل أشغال.